ندد البيت الأبيض بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما تضمنته من إهانات بحق السفير الأمريكي في إسرائيل. واعتبر البيت الأبيض أن الوقت قد حان لكي يختار عباس بين خطاب الكراهية أو السلام. وقال جيسون غرينبلان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط إنه على الرغم من أن الإهانات بحق أفراد في الإدارة الأمريكية ليست في محلها، فإن الإدارة ملتزمة بتعهداتها تجاه الفلسطينيين، مضيفا أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الأمريكية للسلام وسيتم عرضها حين تتهيأ الظروف الملائمة. وكان الرئيس الفلسطيني قد وجه سبابا للسفير الأمريكي ديفيد فريدمان لدفاعه عن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.